أما هلأ نرمين ننتقل لمحطتنا الأخيرة لليوم. الأكسسوارات جزء أساسي بإطلالة كل صبية، يمكن كل صبية بيكون عندها صندوق صغير بالبيت بتحب يكون عندها أكسسوارات الخاصة، واليوم عم نشوف كتير من الصبايا والسيدات عم تتوجه نحو الاكسسوارات والاعمال اليدويه، وبرحلاتنا الصباحيه سلطت الضوء على كثير صبايا بيشتغلوا شغل كثير حلو وبطريقه كثير بسيطه، وبنفس الوقت الاسعار هي لازم تكون معقوله نوعا ما مع الظروف الاقتصاديه اللي عم نعيشها. خلينا نستقبل معنا اسمهان محسن، مصممه اكسسوار. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. هلا، يسعد صباحك واهلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. خلينا هيك بالبدايه قبل ما نبلش نستعرض القطع الحلوه اللي جايبتيناها على الاستوديو، نتعرف اكثر على مشروعك، من ايمت بلشتي فيه وعلى شو عم تركزي فيه اكثر شيء؟ هلا انا مشروعي، انا بحب هيك شيء، وانا خريجه معهد يعني بالاساس معهد فنون. هي مشروع قديم يعني كنت اشتغل بس مو لصالحي، كنت اشتغل يعني شغل عادي. من ايمت بلشتي فيه؟ يعني من شيء 20 سنه. بس مشروعي إلي الخاص يعني إلي لحالي هلا هاي الفترة يعني إله شي سنة. إن شاء الله يا رب نشوفه عم يكبر ويكبر ويكبر. عم نشوف اكسسوارات كثير اليوم، بتشوف كثير من الصبايا والسيدات عم يتجهوا لتصميم الاكسسوارات، شو اللي بتعتمدي اليوم أكثر للفت وجذب الصبية؟ لأنه عم نشوف بالسوق اليوم في كثير لتصنيع الاكسسوارات والأعمال اليدوية عم تكون منتشرة بشكل كثير كبير. هلا بعتمد بشغلي على، هلا انت بتشتغلي موديل بعدين بترجعي بتشوفي انه الصبايا شو ذوقها شو بدها، على مبدا ان شو بيطلبوا وانت شو بتشوفي حلو وبتشتغلي. هلا عم نشوف اغلب اكسسواراتك ناعمه، مع انه يعني يمكن هذا الشيء اللي الحلو، شيء بسيط وناعم. هو هيك يعني انه هلا انا بشتغل هيك نواعم على حسب الصبايا شو بتطلب. اما مثلا شغلات ثقيله مثلا طواق طويله طواق هيك شغلات بشتغل، بس يعني هذا الوقت ما كان في وقت يعني اني اشتغل وجيب معي، بس ايه اكسسواري ناعم. طيب كمان يلي ملاحظينه المواد اللي عم تستخدميها يمكن هي تبدو غير مكلفه، يعني الصبيه بتقدر تقتنيها، مثل اللي حملته مثلا نور. اذا بدنا نقول كمان في عندنا نماذج ثانيه، يعني عم تستخدمي هون شو؟ فينا ناخذهم مع بعضهم؟ فينا ناخذ الاثنين. حلوين. طيب خلينا نحكي اللي بايدي انا هون، خيطان بسيطه سيليكون. هدول خيطان شفافه، خيطان سيليكون. كثير الصبايا الصغار بعمر يعني 12 13 سنه بيحبوا هيك شغلات، بنشتغل لهم حسب رغبتهم، والطقوم الكامله حسب يعني انه الصبايا هيك طالبات الثانوي طالبات الجامعه بيحبوا هيك شيء. عم نشوف طقم كامل، يعني عم نشوف طوق سوارة حلق طقم كامل، وبنفس الوقت قلنا يمكن ادوات هيك بسيطه وجميله. قديش بتاخذي التكلفه بعين الاعتبار؟ يعني اليوم هذا اكسسوار، يعني شفنا كثير مثلا اكسسوار كبير معجة اكسسوار ناعم، الاسعار عم تكون ابدا ما أنا منطقيه وما لها علاقه بالدخل. يعني كنا عم نشوف انا ونرمين يمكن حلق اكسسوار حقه صار 40,000، يعني في ارقام احيانا مؤذيه للسمع حتى. كيف بتراعوا قصة الأسعار؟ لأنه كل صبية بتحب تشتري إكسسوار وبتحب يكون عندها شيء يعني هيك خاص فيها. هلا أنا بشتغل بالبيت، يمكن لأني بشتغل بالبيت أسعاري عادية، ما أنا مكلفة، ما عندي هذا المحل مثلا إني أنا أقول والله المحل عليه كهرباء عليه تليفون عليه هيك شيء، لا بشتغل بالبيت أسعاري معقولة كثير كثير. حلو. لهيك زبايني كثير يعني إنه بيحبوا هيك شغلات قطعين. خلينا كمان نحكي عن التنوع اللي عم يكون هلا كثير مدخل الالوان مثل هذا بسيط اللي بيشوفه، في كثير الوان حلوه بيلبق على ثياب الصيف يلي عم تكون هون كله خرز. ما ايه خرز، هاد خرز لكل الاعمار، يعني بحس مثلا هاي القطعه ممكن الصغيره الصبيه الصغيره وحتى الكبيره بتقدر. يعني هلا هو كل الالوان لانه شو اسمه فيك تلبسيه على كل شيء. هي اولا، وهو صح سنسال نظاره بس بتقدري تعملي طقم كامل كمان. يعني فينا نسال قد ايه سعر القطعه بحدود؟ يعني ما نعطي رقم، تقريبا مثل هيك مثلا، يعني هيك مو اكثر من 6، مو اكثر من 6000. هاد سنسال النظاره. هذا ما بيمح؟ لا اكيد ما بيمح، لا ما بيمح، بس ليك اذا تعرض للجو كثير، بارفان كثير مثلا، مسبح هيك شيء، اكيد لونه شوي بغير. طيب كمان هون يمكن عم نشوف احجار، ما بعرف هي مت كانها هون مستخدمتيها شو؟ كمان في عندك نماذج هونيك من الاسواق. هلا هي احجار، هي احجار مثل ما حضرتك قلتي انه هي احجار مت، بنقدر نستخدمها على كل شيء، على السواره، على الطوق. اوكي تمام. على السواره، على الطوق، على الخلخال، على اي شيء بدك اياه.
هلا عم شوف لانه انا رح احملهم كلهم يعني اشوف. ولبسهم سهل يعني بتحسي كمان هيك مريح ما فيهم هي يعني الواحد اذا بده يلبسهم انه تبكيلته صعبه او الى اخره. هلا نحن بنشتغل مريح حسب يعني مش بنحب نساعد بنحب نكون كل شيء سهل على الصبية اللي بدها تاخذ القطعه. قد بياخذ منك شغل القطعه؟ يعني كمان هدول اذا بنقول طقم كامل يعني طوق مع السواره حسب القطعه. لا احيانا مثلا اللي فيها سنسال اغلب يعني السنسال مش خرز يعني سنسال بدها شغله ربع ساعه. بدي تشتغلي ربع ساعة تقريبا. حلو. إذا الفكرة طبعا أنت عندك خلص أنا بدي طبقها. أما مثلا شغلات مثل الأسوارة اللي كانت بإيد حضرتك هي شغلتها دقيقتين. عرفتي علي شلون بقى هيك. طيب كل مشروع قد ما كان هيك نحن مبسوطين فيه ومتحمسين إلا لما يكون في شوية صعوبات. خلينا نحكي عن الصعوبات يلي عم تواجهك بمشروعك. هلا الصعوبات اللي بتواجهني بمشروعي هي أحيانا في قطع بتكون مطلوبة عندك بس أنت ما بتلاقيها، بدك تلاقي البديل. صح البديل حلو بس يعني أنه ما بيعودك عن الأساسي. وثانيا أنا بصراحة المكان، أنا بشتغل بالبيت يعني ما في محل. بحيك وفرتي كهرباء وفرتي أجار مكان يعني والعرض هيك شيء. طيب أنت تشتغلي بالبيت على العرض وين عم بيكون عندك؟ وين هل أنا منتجاتك؟ العرض بشتغل معارض، بشتغل بازارات. في معارض كمان يعني انا تابعه لاتحاد الحرفيين. حلو. كمان بيكون عن طريقهم بيقدموا لنا احيانا معرض شيء اسبوع بيقدموا لك شيء. هلا يعني بتسوقي هي شكلها غريب هي مطاط. يعني هي فينا نقول اساور مطاط. اساور مطاط وكل اسواره مع خاتمه. ما بتقطع؟ لا ما بتقطع. كل اسواره ومع خاتمه حتى لا يعني امنه للاطفال لانه هلا عم نشوف الاولاد الصغار عم يحبوا الاكسسوار. ايه نحن فبتلاقي فيها الاولاد الصغار يلبسوها. ايه بنشتغل طبعا للاطفال، بنشتغل كمان قطع ناعمه وشو بدهم نحن جاهزين. طب رده فعل المحيط على شغلك كيف هيك بتحسي بتعطيكي طاقه او حافز لتكملي؟ ايه هلا ايه طبعا هلا احيانا انا وقت اللي بسوي اغراض شغلي بضاعتي بسوقها بالمعارض صارت الزباين كمان هي تاخذ ارقامي عن طريق النت صفحتك، عن طريق الواتس، عن طريق اتصال تليفون مثلا ممكن تبعث لي صوره بدي كذا مثلا ايه على عيني بشتغلها بوصلها. تمام. طيب علمتي اسمهان هي يعني هي المهنه لحدا؟ اذا عندك مثلا بنتك او حدا من المحيط حدا طلب منك انه انا حابب اتعلم مثلك هلا صناعه الاكسسوار؟ هلا بيطلبوا ايه انا بعلم ما عندي مشكله ابدا بحب يعني اعلم. هي الشغله ما رح يعني تكون بس لإلي، واحد بيعلمها بالعكس انت بتنبسطي وقت الحدا بيشتغل تكوني انت معلمتي بيه انت الشيء حلو انت بتنبسطي بداخلك. هلا شغل كثير هيك ناعم فينا نقول ويمكن تصميم بسيط ورايق بيعكس قديش هيك الصبيه فيها تكون انيقه وتحط الاكسسوار اللي بتحبه. شو بتطمحي بالمستقبل ست اسمهان؟ يعني اكيد بيكون في عندك طموح ما توقفي هون تكملي يكون عندك اسم او ماركه باسمك او يصير عندك محلك الخاص ان شاء الله يا رب. ان شاء الله اكيد بطمح يكون عندي ماركه وعم اسعى لهالشيء هذا. بطمح يكون عندي محل وان شاء الله يا رب. وبطمح كمان يكون مثلا من هون مثلا الحرفيين من هون وزاره السياحه احيانا بتدعمنا انه في معارض برا ما عندي مشكله ابدا بالعكس بنبسط. طيب السوشيال ميديا عم تستخدميه بموضوع التسويق الالكتروني؟ هلا جديد بصراحه. كيف ملاقي تجاوب العالم؟ يعني عن جديد حلو بس يعني لبعدين بتوقع بيكون احسن لسه ان شاء الله يا رب. ويمكن قلتي خلال حديثك قديش مهم الجهات المعنيه تدعمكم انتم. ايه يعني عندكم اعمال يدويه ومستمرين لسنوات لتشتغلوا بهذا الشيء ضمن مجهود وظروف فعلا نقول معيشيه صعبه. نتمنى لك بالتوفيق ست اسمهان. اكيد بالختام نتمنى لك التوفيق ويا رب بالمستقبل نشوف عندك هيك الماركه الخاصه باسمك ونشوف عندك محلك الخاص ودعمك تستاهلي يا رب ان شاء الله. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك ولوجودك معنا وكل التوفيق بمشروعك. شكرا كثير لكم. شكرا لله. شكرا لك.